من يوم 17 اللي فات وبعيدا عن كرة القدم بقى. نروح لقوة ناعمة تانية من القوى الناعمة المصرية. وشخص انزل بقى روح أي بلد في العالم، روح المغرب اللي احنا كنا بنتكلم عليها. أول حاجة هيسألوك عليها لما تقول لهم إن أنت مصري هيقول لك الزعيم عادل إمام. تعرف عادل إمام؟ فتقول له أعرفه، فيفتكر إن أنت عارفه شخصيا. عادل إمام ونجم السينما والمسرح والكوميديا المصرية اللي اسمه وصيته موجود في كل حتة في العالم العربي. من يوم 17 اللي فات لحد النهاردة تصدر 2 هاشتاج كل منصات السوشيال ميديا، هما الزعيم وعادل إمام. وده احتفالا بعيد ميلاد الزعيم 79، 79 سنة يا زعيم، كل سنة وانت طيب. كل الناس كانت بتهنيه وبتتمنى له الصحة وطول العمر. من أول الناس اللي كانوا حريصين عن الكتابة عنه في عيد ميلاده كان طبعا ابنه الفنان محمد إمام اللي قال تروح أجال وتيجي أجال، تظهر نجوم وتختفي نجوم، تتغير الأذواق وتتبدل الأحوال ويفضل الزعيم زعيم عادل إمام. كمان الفنان الكبير أحمد السقا قال صانع السعادة مؤسس مدرسة البهجة والفرحة، كل سنة وانت دايما بخير، ربنا يبارك في صحتك، هاشتاج الزعيم هاشتاج عادل إمام. الكوميديان الجميل أدوارد قال في تويتة كل سنة وانت طيب يا من علمتنا حب الفن والتمثيل، هاشتاج عادل إمام، وصورة ليه مع الزعيم عادل إمام. أما الفنانة ندى بسيوني فقالت كل سنة وانت طيب، الزعيم عادل إمام صاحب السعادة التي يرسمها على الوجوه والبهجة التي يبثها في النفوس. كمان المغنية نيكول سابا اللي شاركت عادل إمام طبعا زعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية قالت على الأكاونت الرسمي بتاعها على تويتر كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم يا حبيب الملايين، والشاشة في رمضان وحشة من غيرك عادل إمام حبيب الملايين. أتمنى السنة الجاية يكون موجود على الشاشات في رمضان بمسلسل جديد، ونستنى كمان منه فيلم جديد إن شاء الله الزعيم عادل إمام. كمان المخرج الكبير عمرو عرفة قال عشنا وشفنا الزعيم خطف الترند من ابنه محمد إمام طبعا، والمسلسل المعروض لمحمد محمد إمام في السباق الرمضاني. الزعيم خطف الترند من ابنه لأن السوشيال ميديا يعني يوم ترند بيطلع ويوم ترند بينزل. كمان الفنان والمطرب خالد سليم قال كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذنا وحبيبنا ويا رب بالصحة والسعادة والنجاح، أشكرك على كل السعادة اللي اديتها لنا، ربنا يطول في عمرك ويخليك لينا، هاشتاج عادل إمام، هاشتاج هابي بيرثداي ميجا ستار ايجيبشن أكتر، وهاشتاج خالد سليم، وصورة ليه طبعا مع الزعيم عادل إمام. المطربة التونسية لطيفة في تويتر على الأكاونت الرسمي بتاعها قالت بحبك وبتعلم منك يا أعظم مدرسة أعطت للفن الكثير، ربنا يحفظك ويطول في عمرك يا أسطورة. الزعيم عادل إمام وصورة ليه مع لطيفة. كمان تيم الحسن كان حريص أنه يهني الزعيم في عيد ميلاده وقال كل سنة وانت بألف خير تيم الحسن. الممثل والفنان أمير كرارة في تويتة بيهني الزعيم بعيد ميلاده وقال كل سنة وانت طيب، ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك يا زعيم الفن في الوطن العربي، وصورة ليه مع الزعيم عادل إمام. الجميلة مايا دياب اللبنانية برضو كانت حريصة أنها تهني الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده 79 وقالت له يا روح قلبي يا حتة من روحي، ربنا يديك الصحة والخير، عيد ميلادك يا زعيم، والتمثيل طبعا ربنا يحميك، وأنا أفتخر بحبك ومحبتك بموت فيك عادل إمام، كل سنة وانت معايا وطيب. مايا دياب ورسالة رومانسية جدا للزعيم عادل إمام. كمان الشاعر أيمن بهجة قمر كتب في بوست على الفيسبوك الزعيم كل سنة وانت بخير وصحة وسلامة وربنا يخليك لينا، ده من أيمن بهجة قمر. دي كانت يعني من أكتر الحاجات اللي كانت على السوشيال ميديا للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده 79. من اكسترا نيوز ومن سي بي سي بنقول له كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد، وان شاء الله ترجع تنور الشاشات مرة تانية يا زعيم.